الكتاب لغتي الصف الثاني الابتدائي الترم الثاني، هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الخامسة آداب وسلوك، الصفحة 7 التقويم التشخيصي، هنحل إن شاء الله 2 و3 سؤال 8، السؤال 5 و6 و7 صفحة 9، نبدأ بالسؤال 8 صفحة 10، سؤال 11 و12 و13 صفحة 11. الوحدة الخامسة آداب وسلوك، هيكون عندنا نشاطات التهيئة الصفحة 15، ثم ننتقل إن شاء الله إلى نص الاستماع الصفحة 17، ثم بعدها إلى السؤال الثاني صفحة 18، ثم استمع وأجيب الصفحة 18 الثلاثة، أي الأماكن التي وردت في النص صفحة 19. النشيد محمد وديع الصفحة 20، آداب الزيارة صفحة 21، هيكون عندي الفهم والاستيعاب الصفحة 23، ثم انتقل بعدها إن شاء الله بعد حل إلى أنمي لغتي صفحة 23، هيكون عندي أكمل خريطة الصفحة 24، ثم التراكيب اللغوية أولا وثانيا الصفحة 25، ثالثا الصفحة 26. هننتقل إلى التعبير الصفحة 28، سؤال الثاني عيد كتابة النص وترتيب الصفحة 29، الدرس الثاني الصفحة 30، إماطة الأذى عن الطريق، الفهم والاستيعاب الصفحة 33 والصفحة 34، ثم الأداء القرائي أولا الصفحة 35، التراكيب اللغوية الصفحة 36، ثالثا استخدم الصفحة 38، رابعا أحول الصفحة 39. أنتقل إلى التعبير الصفحة 41، ثم نشاط أسري الصفحة 42، تقويم التجميع الصفحة 43، ثم ثانيا حيكون صفحة 44، ثم حل السؤال الرابع والخامس والسادس صفحة 45.